هل هناك آيات تسمى آيات الحرب؟ وإذا كان كذلك فما هي؟ جزاكم الله خيرا. ليس هناك آيات بهذا الاسم آيات الحرب، وإنما هناك آيات يقرأها المسلم من باب الورد الذي يمنع الله به عنه المحذور من ذلك. وأعظم ذلك آية الكرسي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: من قرأها عند النوم فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. كذلك إذا قرأ الإنسان آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين بعد الفريضة، فإن هذا مما يحفظه الله تعالى به. نعم.